متروق بقى يا عمر، على فكرة ده ما عندوش نظر، مفيش حد يزعل المزة دي. يعني اوعي تتجوزي واحد ما بتحبيهوش يا فريدة. جواز ايه بس يا بوسي؟ ملكات الجمال اللي في دماغهم حاجات اكبر من كده، الشهرة، النجومية، البيزنس. يا سلام يا سلام. طب قولي لي بقى، اول ما تبقي ملكة الجمال عايز تعملي ايه؟ والله مش عارف. بس رحت جايباها هنا تريح اعصابها شويه. وانا ناقص وجع دماغي عليها دلوقتي. بقى تلاقيه جاي وعايز يشوفها ويتخانقوا مع بعض. ده انا لسه كنت بقول لك انا زهقت من مشاكلهم، تقومي جايبالي مشاكلهم لحد هنا. سوري انا ما قصدتش خالص والله ان انا ضايقه، بس برضه هي صعبت عليا، ملهاش اي حد. طول عمرك حنينة وقلبك طيب. صباح الخير. وانت منال. كسر امجد مشي ورحت خرجت. هو كسر البيت قبل ما يمشي؟ شاينة ما ينفعش تقفي كده. بس اقول لك على حاجه، انا كل اللي حصل النهارده ده ولا فرق معايا. انا اللي ضايقني بجد ان هما جم عجننوا علينا واحنا قاعدين. طيب اطلعي نامي، يلا اطلعي ارجوكي. عمر انا مش طالعه. وشاينة عقلي اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.